على أطراف مديرية أسلم بمحافظة حجة شمالي البلاد، صلبت حرب الميليشيا أحلام هؤلاء المتعبين وقذفت بهم داخل هذا المخيم الذي يفتقر لأدنى مقومات الحياة. نازح من ذو الحروب الستة، نعاني لا دواء لا مأوى لا غذاء، وكوننا هنا إذا جاء صرف أول ما يصرفوه للمجتمع المضيف، وإحنا النازحين يجي المس علينا والصرف المجتمع المضيف. يعاني نازحو مخيم الشوكبة ظروفا مأساوية، فليس ثمة من شيء ينبض بالحياة، ومعونات المنظمات ما زالت تخطو الطريق إليهم على الدوام. داخل يا دكتور وكلاوي، أنا هذا الشيء كله أعاني من يوم الحرب من هذا الشيء. بعيدا عن فوهات المدافع فر العشرات بحثا عن الحياة، لكن عيونهم تحكي بوضوح كيف قذفت بهم حرب الميليشيا إلى الجوع والمرض، فصاروا عرضة لكل شيء على الحياة.